بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد معكم أخوكم علي الزاير في مقطع اليوم عن البات شوب. وعندي اليوم ثلاث آلات أنا سميتها بنكهة الناي، بنكهة الفايلن أو الكمان أو بنكهة الكلارنت. الفكرة شباب مش أني أنا أجيب لك الصوت بحقيقته، هذه لها مكتباتها ولها الأصوات الجميلة اللي ممكن أنت تستخدمها إذا حبيت الآلة بحقيقتها قدر الأمكان. لكن فكرتنا أن الاستفادة من البات شوب أنك تأخذ نوتة واحدة وتبدي تسوي منها إحساسات ونكهات جميلة تنفعك داخل العمل بالعزف بها. لما يكون عندك أنت تكنيك في العزف وتعرف تستخدم طرق العزف مثلا للناي أو الفايلن أو الكلارنت بهذه النكهة اللي بنشوفها راح يطلع شيء جميل. فبس استعراض بسيط إلى طبيعة هذه الأصوات ودي الخلطة اللي سويتها وشنهو اللي فيها مباشرة أنت تهتم إلى. أول شغلة هي أنه بلايرين بطبقتين، يعني عندي أنا الطبقة الأولى هذه والطبقة الثانية هذه أقل يعني قرار. فهذه الفكرة الأولى أني الصوت يصير فيه أكتافين فيطلع بإحساس عالي واجد وجميل. الآن لما نجرب نعزف راح نشوف هذا الشيء. الفكرة الثانية من هذه الآلة والخلطة اللي سويتها هي فكرة البيتش باند. البيتش باند يا شباب لاحظ هنا الداون مكتوب زائد واحد والأب مكتوب برضو زائد اثنين. ليش؟ لأن غالبا على حسب معرفتي أنا وتعاملي مع المعزوفات وجدت أن أكثر شيء تحتاج أنك تعمل تمويج، فتحتاج إلى الزائد واحد وممكن برضو تصعد نوتة وتصعد نوتين. الآن بنشوف وش أقصد من هذا في العزف. الفكرة الثالثة من هذه الآلة هي المونو ليجاتو. المونو ليجاتو يا شباب علشان نعرف نعزف بالطريقة هذه. الثلاث آلات هذه ينطبق عليها الكلام اللي قلته كله، الفايولين والكلارنت. فالآن نجرب نعزف على الإيقاع. طبعا شباب اعذروني في العزف لكن أنا حبيت أوضح لكم كيف هذه الخامة. لاحظين شباب فكرة اني انا عندي امكانية بالبيتش باند اني اعزف التمويج واني اعزف صعود درجة، فكذا يكون طبيعة عزفك يكون فيها احساس نوعا ما. وفكرة الثانية اللي فيها الاوكتاف هذه نسمع الان لما انا طبعا احرك في اللاير بالشكل هذا راح اغير في الخامة نوعا ما، فخلينا نخليه في النص هنا نسمع. ولما تودي له هنا فكده الخامة بيكون فيها الرخامة وبتكون إحساسها عالي أكثر. Thank you.
يعني انت والعزف وطريقتك في التكنيك في العزف. فشفنا الان كيف الاله هذه تعطي احساس جميل. نجي للاله الثانيه وهي الفايولين او ممكن نقول الكمان، بنفس الافكار يا شباب، ولكن راح يختلف انت تكنيكك في العزف، ولكن برضو نسمع صوتها ونشوف. يعني انا ما اهدف شباب ان اقول لك اسمع الكمانجة بحذافيرها او صوت الفايلن بحذافيرها، انا اهدف ان اقول لك اتعامل، شوف الاحساس اللي قاعدة تطلع لك اياه هذه الآلة لما توزع فيها داخل العمل راح تشعر بتكنيكها. خلنا نشوف الان. نسمع هذه، مع ان هذه صوت الكلارنت. مثل ما قلنا شباب، الفكرة من هذه انك انت قاعد تضيف لها طبقات، يعني عندك اللاير تو لاير، هذه الصوت بدون اللاير الثانية. نسمع اللاير الثاني، ولما تكون معاها التو لاير بالطريقة هذه قاعدة تعطي نوعا ما احساس، وانت يعني مزاجك ممكن انك تحرك هذا على حسب الذوق اللي يناسبك. نجرب فقط نعزف شيء بسيط على الايقاع. طبعا شباب اعتذر عن طبيعة العزف، ولكن الفكرة شباب ان هذه الآلات ممكن انت الان اذا حبيتها وعجبتك هذه وانت عندك البات شوب ممكن تروح الى المكتبة في الموقع وتشوفهم هناك وتحملهم. طبعا قبل كل شيء طريقة كيف انك تقدر تجيب الملف على الآلة، تيجي لهنا الى هذه الامبورت وتقول له امبورت بريسيت، وراح يجيك الملف هنا مثلا AMZ9 وتضغطه وخلاص تطلع لك الصوت او الآلة باللي فيها. هذا كل شيء بالنسبة لمقطع اليوم، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.